السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف أريكم إن شاء الله كيف تصنعون كحول طبيعي. هذه طريقة جدتي الحبيبة حفظها الله لصنع الكحول على الطريقة المغربية. سوف أكتب جميع المقادير والطريقة في صندوق الوصف. يلا بسم الله. المقادير التي سوف نحتاجها: أهم عنصر أساسي في الوصفة وهو حجر الكحل أو حجر الأثمد، يكون على هذا الشكل، وهو من المعادن سريع التفتت. الأجود منه يكون لونه فضي لامع مائل إلى الرماد كما تلاحظون. إذا فركناه بين الأيدي يعطي رائحة مميزة جدا، رائحته جميلة جدا. فوائد حجر الكحل أو حجر الأثمد: رائع جدا للعين، فهو يقوي الرموش، يقوي النظر، يشد أعصاب العين ويحفظ صحتها، وكذلك ينقيها من الأوساخ. جاء في السنة النبوية أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم الكحل وحتى على التكحل به لما له من فوائد صحية للعين. ثاني عنصر سوف نحتاج له وهو نواة التمر التي تكون على هذا الشكل. نقوم بوضعها في الماء لمدة ساعة، وذلك لكي يسهل طحنها. ثم بعد ذلك نقوم بتنشيفها تحت الشمس، وبعد ذلك نقوم بتحميصها في ميعاء أو في مقلاة على النار إلى أن تتخذ هذا الشكل الأسود. نواة التمر كذلك تسود العين وتقوي الرموش وتجعل العين واسعة وجميلة. تحميص نواة التمر وحده أو حرقه يستعمل لإنبات الرموش ويسودها. سوف نحتاج كذلك إلى نواة الزيتون، الزيتون الأسود الذي يكون على هذا الشكل. كذلك نقوم بوضعه في الماء لمدة ساعة، ونقوم بتنشيفه تحت الشمس، ثم بعد ذلك نقوم بتحميصه في مقلاة على النار إلى أن يتخذ الشكل الأسود على هذا الشكل. سوف نحتاج إلى 3 حبات قرنفل لتكون على هذا الشكل. ثم نحتاج إلى عود الزنجبيل يكون على هذا الشكل، زنجبيل طاجز. نقوم بتحميصه قليلا لمدة 5 إلى 10 دقائق على الفحم. ثم سوف نحتاج إلى إبزار أبيض، والإبزار أبيض اختياري في هذا الوصفة إذا كنت تريدين أن يكون الكحل حار. شخصيا لا أفضل استعمال الإبزار لأنه يكون حار جدا. الآن الطريقة: سوف نحتاج كذلك إلى مهراز، لا أعرف اسمه باللغة العربية، إذا كنتم تعرفون اسمه باللغة العربية ضعوا اسمه في قناة في خانة التعليقات. طريقة: الآن سوف نقوم بأخذ جميع هذه المكونات ونقوم بدقها في المهراز جيدا. أوكي، فقط سوف أريكم طريقة ويمكن أن تفعلوها بأنفسكم. بعد أن ندقها في المهراز نقوم بوضعها في المطحنة الكهربائية. إذا لم تتواجد عندكم مطحنة كهربائية يمكن أن ندقه جيدا في المهراز، وبعد ذلك سوف تكون هذه النتيجة النهائية، كحل طبيعي ورائحته رائعة جدا. أنا من عشاق الكحل. بعد أن ندقه في المطحنة في المهراز عفوا أو أن نمرره في المطحنة الكهربائية، نقوم بتنخيله في منخلة تكون أعينها رقيقة فقط للحصول على كحل رطب جدا وسهل الاستعمال. نقول بتنخيله على هذا الشكل. يمكن كذلك أن نستعمل ثوب موسلين أو ثوب رقيق الأعين. نقوم بتنخيله جيدا
لكي نحصل على كحل ملمسه رائع جدا. اوكي، واخيرا نضعه في علبة مخصصة للكحل. هذه علبة هدية من امي حفظها الله، ونقوم بوضع الكحل الذي صنعناه بانفسنا في علبة الكحل، وأكيد سوف تحتاجون إلى عود كحل لكي تضعه على عينيك. هذا كحل طبيعي 100% يقوي الرموش، يحفظ صحة العين، يقوي النظر، يحافظ على الرموش من التساقط. أنصح جدا جدا أن تجربوا هذه الوصفة، وأن تجربوها وأن تعطيني رأيكم. وكان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. إذا عندكم أي استفسار أتركوا تعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لكي تدعموها، وأن توزعوا الفيديو على الأصحاب والأقارب لكي تعموا الفائدة، كذلك ضعوا لايك إذا أعجبكم الفيديو طبعا، وانضموا إلى صفحتي بالفيسبوك بعنوان وصفات طبيعية وسريعة، وكذلك على الإنستغرام بعنوان وصفات، وكذلك على تويتر. سوف أقوم بوضع الروابط جميعها في صندوق الوصف. إلى فيديو قادم بحول الله، في أمان الله، إلى اللقاء.